الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم برنامج وسم، والحديث دائما مستمر حول القضايا الاجتماعية والأدبية والشعرية والثقافية. ولقائنا يعني في هذا البرنامج يزيد جمال ويزيد بهاء في متابعتكم لنا، ومن خلال أيضا حديثنا مع أخونا أبو عبد الله الأديب والباحث، واللي عنده الأمانة يعني من خلال مجالسة له في هذا البرنامج وجدنا فيه ما شاء الله يعني الذائقة الشعرية الجميلة، وينتقي صراحة يعني أجود وأحلى ما شاء الله يعني أبيات الشعر والقصائد، وهذا لا شك يدل على يعني ذوقه العالي. الله يرضى. اي والله، واحساسه المرهف بعد من طيبك هذا. الله يعزك يا ابو عبد الله. فاليوم احنا ابو عبد الله منتقي لنا بعض القصائد والابيات الشعريه اللي يعني فيها جانب ادبي وفيها جانب تربوي وفيها جانب ديني، فيشكر صراحه على هالمجهود وعلى هالانتقاء الامانه اللي يعني باذن الله يثمر فينا ويثمر ان شاء الله في جميع من يشاهدنا. الله يحييك يا ابو عبد الله. الله يحييك اخوي ابو مطلق. انا سعيد بلقائك، وايضا سعيد بلقاء الاخوان والاخوات المشاهدين. حياكم الله، بارك الله فيكم، والاجواء الجميله هذه تساعد على ان الخواطر تتدفق بهذه المعاني او بسواها من المعاني المشابهه لها. الله. فالحديث عن موضوع الادب والشعر وبالذات القصائد التي تحمل قيم ومعاني وتلهج بها الألسن، ويعني تنمي الشعور الديني لديها أو تعزز الشعور الديني يعني لديها، يعني في الحقيقة هذه فرصة سانحة جميلة، هذه الفرصة المتاحة لنا للحديث حول هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، إلى آخر الآيات التي تحدثت عن الدعاء لله تبارك وتعالى والتضرع لله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة جزء من يوميات الإنسان المسلم، من يوميات الإنسان المسلم أن يكون أن يدعو الله سبحانه وتعالى، أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر ملاذ والملجأ. والجانب الديني هو جزء من حياة الإنسان، من الإنسان في المجتمع الكويتي المسلم جزء من حياته الجانب الديني، فهو لا شك ما يمر عليه اليوم لا يصلي، إذا مرت فيه أزمة ينكسر ويخضع لله سبحانه وتعالى، إذا جاء المساء ذكر الله سبحانه وتعالى وقال أذكار المساء، إذا جاء الصباح استهل يومه بذكر الله سبحانه وتعالى وبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى، إذا قعد مع أخوانه وأصدقائه ذكرهم بالله سبحانه وتعالى، أو إذا هو غفل يذكرون بالله سبحانه وتعالى. فالجانب الديني جزء لا يتجزأ من يوميات الإنسان في المسلم في المجتمع الكويتي أو أي مجتمع من المجتمعات العربية والإسلامية. صحيح. جانب من الجوانب اللي الشعر استطاع أن يتحدث عنها، يعني تجد هناك العديد من الشعراء تكلموا عن أنشطة هذه النفس البشرية، يتكلم عن نفسه وهو في الغزل، يتكلم عن نفسه في مدح شخص والثناء عليه وينتظر منه العطاء، إما لمصلحة حقيقية أو لمصلحة شخصية. تجد مثلا يعجبه هذا الماء الجميل فينطلق بمشاعره يصف هذا الماء أو يصف القصر الجميل المنيف أو يصف الخضرة إلى آخره. فهكذا أغراض شعرية من ضمنها هذا الغرض، حينما تجد الكلمات في محراب الكون، تجد الكلمة في محراب الكون. فتجد مثلا أبو نواس يقول: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فمن سواك يرحم، إن كان لي ذنب إليك جرى به قدر فإني من سلالة آدم، في أبيات أخرى أيضا. وقول آخر: أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاصي، هو غافر هو راحم هو كافي، قابلتهن ثلاثة بثلاثة فلا تغلب أوصافه أوصافي. الله. سبحان الله. سبحان. وأيضا واحد مرة قاعد مرت عليه ظروف وصعوبات وكان قاعد في بيت الله الحرام، فاستمع إليه قيل الإمام علي رضي الله عنه، وقيل شخص آخر، فأحب أنه يستمع إلى مواقفه وقصته، لكن كان اللي جلبهم للاستماع له أبيات قالها في ظلال الحرم، يقول: يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم.
الله سبحانه. الله سبحانه نعم. علشان كذي احنا طبعا مثل ما قلت لك اخوي ابو مطلق، هناك العديد من الادعيه التي تسبغ على النفس امام شدائد الحياه ولاوائها وظروفها وتقلباتها، تسبغ عليها الامن الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الله. علشان كذي كان من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، الله، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. شوف كل فقرة من الفقرات تسوقك سوق وتقودك قود إلى رحاب هذه المعاني الإيمانية، الله، وشعورك بالطمأنينة والهدوء والطمأنينة فيها. الحديث في الحقيقة حول هذه القصائد جميل، يمكن ما أتممناها لكن جميل. لا لا، حديث الأمانة جميل حول. ويعني الأمانة يعني استشهادات جميلة صراحة، الله، وكلها في محلها ما شاء الله تبارك الله، الله. وما زلنا إن شاء الله متعطشين لسماع أكثر. أي نعم. ولكن إن شاء الله فاصل بإذن الله بسيط ونسترجع ونستكمل ما تبقى من هذه الحلقة. الأخوة المشاهدين، حييكم من جديد في برنامجكم برنامج وسم، وما زال الحديث مع أخونا أبو عبد الله عن القصائد يعني الدينية والتربوية، واللي فيها يعني دعاء وفيها يعني مناجاة لله سبحانه وتعالى. وتصدق أبو عبد الله يعني نعم، من خلال حديثك الجميل هذا يعني إذا تسمح لي نعم، استذكرت بعض الأبيات يعني من الشعر العامي أو الشعر الشعبي أو الشعر النبطي حيث ما عاد يسمونها الناس. نعم. يعني مثلا يعني أنا أسمع قصيدة للشاعر غالب السراح، أها، من شعراء البادية القدامى. نعم. لما كان يقول: يا الله يلي فوقنا معتلينا، الله، حنا ومن يرجي ثوابك احذانا، وحنا بلية فزعتك ما قوينا، الله، والزاد لو هو راهين ما هنانا، الله. يعني يقصد أن لولا تدخل رحمة الله سبحانه وتعالى، سبحان، وإن كان الأكل متوفر والزاد، ايه، بدون تدخل ورحمته ما له طعم. اي نعم. نجد كذلك الشاعر جر الله بن مصيول من شعراء مطير القدامى كان يقول: يا الله يلي تلتجي فيك العرب، يلي خلقت النفس ابصر بحالها، افرج العين ان حاربت لذ نومها، عيت تذوق النوم طار طلالها. الله. تجد كذلك الشاعر سلطان الهاجري من شعراء المعاصرين الراقين، نعم، والمتميزين، لما كان يقول في قصيده مشهوره له، لما كان يقول: عليك الفرج يا الله يا حي يا قيوم، إلها عباده كلها تلتفت يمك. الله الله الله. فالشواهد الامانه جميله، ولكن ما عندك يعني اجمل الله وارحب. احسنت، الله، فاستمر وانطلق يا ابو عبد الله. الله يسلمك. الانسان يجد راحه غير عاديه لما يسجد لله سبحانه وتعالى. سبحانه. اذكر احد الكتاب المشهورين زار احد المتاحف الاوروبيه اللي كان في السابق مسجد، ثم حول الى في الاندلس. نعم. حول الى متحف، فلما شاف هيبه المكان سجد لله سبحانه وتعالى في هذا المكان، وكان ما كان في احد، الى جنبه انسان غربي ما هو مسلم. نعم. فلما شافه فعل هذا التصرف سوى نفس فعله، فلما قام المسلم تجاذبوا اطراف الحديث، الاخ غير المسلم قال له: والله انا يعني كنت أتمنى أني أجد ارتياح، لما سويت الحركة اللي أنت سويتها وجدت راحة غير عادية. فبدأ يتحاور معه. السجود له فلسفة خاصة في نظر الإنسان المسلم. أحد الشعراء مرة تكلم عن فلسفة السجود بأبيات شعرية تقطر وجدانية. الله أكبر. يقول: كلما أمعن الدجا وتحالك، شمت في غوره الرهيب جلالك، وتراءت لعين قلبي برايا من جمال آنست فيها جمالك، واعتراني توله وخشوع، واحتواني الشعور أني حيالك، ما تمالكت أن يخر كياني ساجدا والها ومن يتمالك. الله الله. في جمال الروعة. الله. يتحدث عن فلسفة السجود، روعتها، هذا الكون الرحيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وعلامة الإنسان المؤمن يوم القيامة الغرة والتحجيل بسبب كثرة السجود، إدمان السجود
الله. لأنه يصلي لليوم في الله لله سبحانه وتعالى في اليوم 5 مرات. نعم. وشوف كم سجدة. نعم. فأحد الشعراء مرة الشاعر محمد إقبال، وعلى فكرة محمد إقبال هو شاعر الإسلام، ومحمد إقبال في له يعني اعترافا بمكانة هذا الشاعر، هناك أحد الشوارع المعروفة في الكويت في فحيحيل باسم محمد إقبال، شارع معروف. هنا. شارع محمد إقبال. محمد إقبال شاعر كبير، وأنشدت عديد من قصائده التي ترجمت إلى اللغة العربية وغنيت، ومنها هذه القصيدة. يتحدث عن فلسفة الدعاء والذكر، كيف يخترق الآفاق حتى يبلغ عند مظانه عند الله سبحانه وتعالى. فيقول: كلام الروح للأرواح يسري، فتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح، وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء. لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علوي النداء، فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائي. لما هذا السهم النافذ وصل إلى مكانه، تحاورت النجوم وقلنا صوت بقرب العرش موصول الدعاء، فجاوبت المجرة على طيفا سرى بين الكواكب في خفاء، وقال البدر: هذا صوت شاك يواصل شدوه عند المساء، ولم يعرف سوى رضوان صوتي وما أحراه عندي بالوفاء، ألم أك قبل في جنات عدن فأخرجني إلى حين قضائي. الله. شوف المعنى العميق. الله. يعني الحديث صور بلاغية، صور بلاغية، عرفت؟ يعني اليوم القصيدة هذه ليست في التغني بمعشوقة أو مدح ملك أو وصف نهر، لا، معنى إنساني عميق غائر في النفس البشرية. الله. ففي الحقيقة القصائد في هذه المعاني، نعم نعم صحيح، قصائد طويلة فعلا كثيرة وجميلة. أيوة. وجيد أن احنا نطعم فيها مناهجنا التربوية. صح. حتى تفيض الاستقامة والطمأنينة على أبنائنا لما تلهج ألسنتهم بمثل هذه الأبيات. نعم. والمعاني. صحيح. الرفيعة فعلا. نعم. حتى والله يا أبو عبد الله، يعني غير مناهجنا، حتى مجالسنا. نعم. اللي الأمانة اليوم أصبحت كلها حديث عن اليوميات، وعن بعض المجالس أصبحت حتى يعني تقودنا، مو الكل طبعا، البعض. نعم. تقودنا إلى التفاهات والحديث بالمواضيع اللي ما لها ثمرة. أي نعم صراحة. مثل هالأبيات الجميلة ما شاء الله. نعم. تعلق يعني النفوس في خالقها وفي يعني ربها سبحانه وتعالى. يا ليت يعني يعني تثار في كل مجلس وفي كل. أيوة. مكان. فنشكرك يا أبو عبد الله. الله يحفظك. جزيل الشكر بلساني ولسان الأخوة المشاهدين، أكيد أنهم مستمتعين في ذكر هالأبيات الجميلة واختيارك لمثل هالمواضيع الشيقة النافعة. وبإذن الله نلتقي بإخواننا المشاهدين في حلقات قادمة بإذن الله بمواضيع أجمل وأروع ويزيد جمالها وبهائها من خلال متابعتكم إخواننا المشاهدين، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. والسلام ختام.